اختبارات القدرات هتبدأ النهاردة في الكليات اللي محتاجة اجتياز اختبارات للقبول في التنسيق للعام الجامعي 24-25، وده بيكون له ضوابط أقرها المجلس الأعلى للجامعات وبتستمر ل 8 أغسطس القادم. خلينا نعرف التفاصيل عن أداء اختبارات القدرات في تنسيق العام الجامعي الجديد. ضيفنا أحمد أبو ضيف، مسؤول قسم التعليم الجامعي في جريدة وموقع الوطن. أهلا بك يا أستاذ أحمد. اهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ مصطفى، وصباح الخير يا استاذه هبه. اهلا بحضرتك. خلينا نبدا التسجيل نبدا عنصر بس، عشان ايه؟ ازاي هيتم التسجيل اول اختبارات القدرات؟ الشباب اللي لسه متخرجين يعملوا ايه؟ بدايه ان شاء الله، يعني بدا من النهارده الخميس وحتى 8 اغسطس المقبل تم فتح باب التسجيل بالفعل لاختبارات القدرات للطلاب الحاضرين على الثانوية العامة المصرية فقط المرحلة دي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق. الطالب هيدخل على الموقع الإلكتروني للتنسيق، هيكتب رقم الجلوس وبعد كده اسم رباعي وبعد كده الرقم القومي وبعد كده المحافظة اللي هو التابع لها والشعبة الدراسية، سواء كان علمي علوم أو رياضة أو الشعبة الأدبية. بعد كده طبعا الطالب لما بيسجل بيدخل جوه السيستم بيختار التخصص اللي هيأدي فيه اختبارات القدرات. عظيم. التخصص طبعا يعني لكل طالب، الكلية الواحدة لكل كلية الطالب يحق له أن يؤدي لها الاختبارات. ما ينفعش كليتين من ذات التخصص ان يؤدي لها اختبارات قدرات. يعني زي ايه كده؟ اديني مثل. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا كليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان وعندنا بنين وعندنا كليه التربيه الرياضيه جامعه اسيوط بنين، ما ينفعش الطالب يؤدي في الكليتين، لا هي كليه واحده بتكفي عن كليات القطاع كلها. طب لو انا عايز اعمل ده واعمل مثلا في فنون جميله، هل ينفع اعمل في رياضه وفنون جميله ولا ينفع؟ انا بتكلم في قصه ان هي التخصص الواحد، ولكن في كل التخصصات لا يحق للطالب انه يقدم على الخمس تخصصات او الخمس كليات التي يحق لها اختبارات القدرات العام الحالي، اللي هم كليات التربيه الرياضيه والفنون الجميله والفنون التطبيقيه والتربيه الفنيه والتربيه الموسيقيه. وانا ممكن حابب يعني انوه للمستمعين الاباء والابناء ان السنه دي طبعا يمكن هم ما يعرفوش ان المجلس الاعلى للجامعات الغى اختبارات القدرات لكليات التربيه النوعيه. طب ازاي الطالب بيعرف اذا كان الكليه المتقدم لها محتاجه قدرات ولا لا؟ لا ما احنا محتاجه اجتياز اختبار قدرات ولا لا؟ يعني بالنسبه للكليات اللي طبعا عشان يعرف، اولا احنا زي ما قلنا حضرتك خمس كليات فقط لهم اختبارات قدرات، هو اول ما بيدخل على السيستم اوريدي السيستم مزود بالكليات اللي لها اختبارات قدرات فقط، يعني مش هيلاقي كليات ما فيهاش، لا هم الخمس كليات اللي هيلاقي لهم اختبارات قدرات. ده بيكون بناء ان التنسيق فقط وافق عليه كمجموع ان هو يخش الكليه في الاول؟ لا ولا لا. القدرات قبل اختبارات قدرات، اختبارات القدرات بتكون قبل نتيجه يعني قبل تنسيق الجامعات. اختبارات القدرات دي بتكون جزء من التحاق الطالب بالكليه، لان التحاق الطالب بالكليات دي بينقسم لشقين، الشق الاول ان هو لا يجب ان يجتاز اختبار القدرات للكليه دي، الامر الثاني طب هو اجتاز ونجح. الامر الثاني بقى منتظر التنسيق، لان الحد الادنى للكليه بيتوقف على العرض والطلب زائد ان هو اجتاز. طبعا الحد الادنى ده العرض يبقى مش شرط اللي اجتاز القدرات ان مجموعه يجيب الكليه، والعكس ممكن المجموع يجيب بس القدرات يكون ما نجحش فيها فما يدخلش. لا هو المقصد من اختبار القدرات ان انا تاكدت كجامعه او ككليه او كمؤسسه تعليميه ان الطالب فعلا مؤهل للكليه دي، وفقا يعني يكون عنده الامكانيات والمهارات اللي تخليه يستطيع التوأمه والتعامل مع الكليه دي وبرامجها وتدريباتها العمليه، وكذلك يعني لان الجانب العملي فيها بيغلب الجانب النظري بنسبه كبيره، يعني حضرتك بتتكلمي مثلا 60% عملي و40% مثلا نظري، فانت الجانب التطبيقي هنا والمهاري هو الفارق في هذا الفارق. طب لو الطالب رسب في اختبارات القدرات هل يحق ليه ان هو يدخل مره ثانيه هذا الاختبار؟ لا
حال رسوب الطالب في اختبار القدرات الكليه لا يحق له اعاده الاختبار، ولكن عندنا استثناءات ودي بتكون يعني بسيطه جدا، هي استثناءات المرضيه. وطبعا هنا الطالب في حال ان هو مثلا قدم على اختبارات القدرات و فات عليه يعني مثلا كان ميعاده النهارده في الامتحان وتحدد له من قبل الجامعه والطالب حصل له اي ظرف مرضي ما راحش، في الحاله دي بيتوجه للكليه طبعا معاه ما يثبت انه هو كان المريض. في الحاله دي الكليه بتروح بتدخله في موعد بتقبل ان هي تدخله تاني اللي هو لو هو غاب نظرا لعذر مرضي، هو دخل وامتحن ورسب لا يحق له اعاده اختبار مره اخرى. طب ايه التعليمات اللي ايوه اتفضل يا استاذ احمد. ولا استرداد قيمه الاختبار اللي هي 650 جنيه لكل كليه. طيب هل في حاجات معينه لازم يلتزم بيها الطالب اثناء الاختبار؟ طبعا عندنا حاجات كثيره، اولا الطالب لازم اللي يكون مقبل من ابنائنا طلاب الثانويه العامه ان شاء الله او المراحل الاخرى اللي هيتم طبعا اتاحه الموعد ليها عشان في وقت لاحق، ان يكون متمثل بكثره المهارات اللي هي تؤهله فعلا للالتحاق بالكليه، سواء بكليه كانت تربيه رياضيه او فنون او غيرها. الامر الثاني طبعا الطالب لازم يكون طبعا ملما كاملا بكافه المعلومات والتفاصيل الخاصه باختبار كل كليه. طبعا لازم يكون معاه الادوات اللي هي بيتم الاعلان عنها من قبل الكليات، لما الطالب يسجل بيبقى عارف ايه الادوات اللي هو مثلا يجب ان تكون معاه واحضرها، وليكن على سبيل المثال مثلا كليه التربيه الرياضيه لازم مثلا يكون معاه الكوتشي، معاه الترينج الرياضي، معاه التيشيرت اللبس المناسب، معاه لبس المايو. طب بعيدا عن اللبس خلينا نتكلم على الاوراق، ايه الاوراق المطلوبه سواء مثلا في الكليات اللي بتحتاج مجهود بدني او تحتاج مجهود ذهني؟ بالنسبه لكليات الاوراق كلها طبعا واحده، صوره من رقم البلوز وصوره من رقم الصومي، وطبعا ايصال سدد لقيمه المصروفات اللي هي بتكون سددها الطالب سواء عن طريق الدفع الالكتروني او منافذ الدفع المنتشره بمختلف المحافظات الكترونيا. وطبعا ما فيش فتره حاليا احنا في ظل التحول الرقمي ما فيش دفع لاختبارات القدرات نقدا، يعني اي ادم بيد لا كله بيكون طبعا الكتروني، زائد طبعا الصوره من التسجيل اللي هو سجله عبر الموقع الالكتروني وصوره اخرى من التسجيل اللي هو سجله على موقع الجامعه الخاص بتحديد موعد الاختبار. طيب استاذ احمد في كليات نظريه بتحتاج لاختبارات قدرات وبيكون شكلها ايه؟ لا فيش كليات نظريه بتحتاج مفيش ما فيهاش قدرات. مقابلات شخصيه مثلا او كده يشوفوا قدرات الطالب نفسه؟ لا فيش الكليات النظريه، لا كل الكليات الالتحاق بها يكون عن طريق مكتب التنسيق والحد الادنى اللي بيتم تحديده زي ما ذكرنا من خلال العرض والطلب وبناء عليه بتحدد مجموع الكليه في الالتحاق. الكليات التي لها اختبارات قدرات الخمس كليات اللي احنا ذكرناها، يمكن لو حابين نعيدها مره اخرى عشان اتفضل الطالب برضه يعرفها علشان برضه نثبتها كده في راس الطالب. كليات الفنون التطبيقيه وكليات الفنون الجميله وكليات التربيه الفنيه وكليات التربيه الموسيقيه وكليات التربيه الرياضيه للبنين والبنات. تمام. طيب على اي حال يعني وضحت فكرتك، وبالتاكيد الضوابط اللي اقرها المجلس الاعلى للجامعات واضحه جدا فيما يتعلق بالقبول في الكليات اللي بتحتاج لاختبارات القدرات. شكرا لك احمد ابو ضيف مسؤول قسم التعليم الجامعي في جريده الوطن، شكرا جزيلا لحضرتك.